اسمع اسمع يا ترامب اسمع اسمع يا ترامب اسمع اسمع يا ترامب اسمع قوية يا ترامب اسمع قوية يا ترامب اسمع قوية قدسنا فلسطينية الحق القذرة لدولته على الشعب على شعب فلسطين وننادي بحرارة شعبنا المغربي وقواه الحية باعتبار فلسطين قضية وطنية إلى المشاركة القوية في المقاومة هنا والآن للإمبريالية الأمريكية عدوة الشعوب ومشعلة الحروب وحامية الاستعمار الصهيوني والإرهاب عبر العالم. لا شرقية لا غربية لا شرقية لا غربية لا شرقية لا غربية عاشت فلسطين عاشت القدس العربية عاشت فلسطين عاشت فلسطين القدس العربية الله الدين وأهل السعود وأهل السعود والأنظمة الغشاشة اللي غشانا في البلاد وغشانا في دمنا ولحمنا دعيناهم الله عاش فلسطين تبقى فلسطين ديما حرة القدس حرة فلسطين ودمنا فلسطين عاش فلسطين أنا مسلم نعلم الله اليهود والصهاينة وشكرا رحيم. عندي واحد الجملة صغيرة لفلسطين كتبت على جبين المجد عنوانا من لم يعشق القدس ليس إنسانا فوالله لو انتقلت الأهرامات من مصر إلى الصين ولو عاد الشيخ العجوز إلى بطن أمه جنين سأبقى عاشقة للقدس من الجبين. احنا يوقفنا الحمد لله الشعب المغربي موقع وجدة وقفنا مع فلسطين مع الشعب الفلسطيني مع الأقصى المسجد الأقصى لن ينهدم. المسجد الأقصى سنقولها عالية لإسرائيل وللصهاينة القدس لن يزول المسجد الأقصى لن يزول نحن مسلمين وسيبقى القدس لنا. هذا امتحان بسيط للمسلمين ما قاله ترامب امتحان من الله عز وجل لكي يكشف الله عز وجل هذا المجرمين. هذا امتحان بسيط لنا باش ربي يجربنا واش نحن حقا مسلمين حقا مؤمنين. وشكرا. هذا الامر اللي صرا يعني كنقول للمسلمين ما يقنطوش من رحمه الله لانها سنه كونيه أشار الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عندما قال وقضينا إلى بني إسرائيل ألا تفسدوا في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاها بعثنا لكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاشت الديار فكان وعدا مفعولا. الوعد الأول قد فعله عمر بن الخطاب عندما حرر الأقصى، أما الوعد الثاني فهو الذي قال الله عندما أتمم الآية وقال ثم رددنا الكرة عليكم، هنا يخاطب اليهود، فأمددناكم بأبوان وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، جعل لهم الإعلام جعل لهم العلم جعل لهم كل شيء لكي يؤمنوا بالله ولكن لم يؤمنوا. فإذا جاء وعد الآخرة فليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلناه أول مرة. المهم القدس لنا وعاصمته فلسطين وسوف نحرره إن شاء الله وشكرا. سجناء معتقلين في سجون فلسطين، نحن مع فلسطين، نحن فلسطين عربية الحمد لله. إن شاء الله القدس ستبقى إلى الأبد عاصمة فلسطين، يرفرف فيها علام فلسطين وطيور فلسطين، نحن مع فلسطين الحمد لله. باسم الشعب المغربي نؤكد لشعبنا الفلسطيني في الشتات وفي غزة وفي الداخل الفلسطيني المحتل أننا معه على طريق ذات الشوكة حتى النصر والاستشهاد بإذن الله، وأن قرار ترامب الجائر والعربدة الصهيونية لن تثنينا عن الدفاع عن شعبنا الفلسطيني. فما يجمعنا ليس مجرد هتافات أو إعاز أو تعاطف، يجمعنا الدم مع الشعب الفلسطيني بإذن الله، وكل التضامن مع فصائل المقاومة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ومع حركة الجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام وكل الفصائل وكل الفلسطين. ونؤكد كذلك على صوابية البوصلة وأننا لازالت في جعبتنا الكثير إن شاء الله لنضغط على إسرائيل وعلى قوى الاستعمارية والقوى الإمبريالية لكي تتراجع عن هذا القرار. وكذلك نؤكد على أننا خلف
القيادة الفلسطينية وخلف الفصائل الفلسطينية إن شاء الله. الله أكبر. حتى الله أكبر. وكل التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، والموت لإسرائيل، والموت لأمريكا، والموت لعلي زاهر.